اهلا بكم كل متابعينا ومشاهدينا على الوطن تي في. مبروك للنادي الاهلي، مبروك مرتين، المره الاولى لحصد لقب الدوري والمره الثانيه للفوز بالقمه. فاربع ايام بس الاهلي بيقدر يخلص الدوري وكمان القمه. كلام كتير قبل القمه وان الزمالك عنده حضور وجاهزيه علشان يرد على ضياع الدوري، لكن الزمالك محبط جدا. اسباب كتير ولكن الامور والحل واحده وواضحه جدا. كل الاسباب اللي انتم شايفينها في نادي الزمالك وراها رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور. مرتضى منصور هو السبب الرئيسي في هزايم نادي الزمالك. لما محمد ابراهيم يطلع ويتكلم ويقول عندي ماتش القمه وقبلها بيومين رئيس النادي مطلع الاستغناء علشان يمشيني من النادي، وعقوبات على لعيبه وسباب لبعض اللاعبين ورحيل للاعبين تانيين وخالد جلال انت ما تفهمش حاجه، تنزل الفرقه تلعب ازاي وهي تحت ضغوط كبيره. الاهلي اللي بدا الدوري لما رجع بعد المؤجلات كان ترتيبه الاخير والناس بصت وقالت الاهلي لا يمكن ياخد البطوله، لكن النادي الاهلي اللي بيعمل ريمونتادا تاريخيه ويرجع من المركز الاخير للمركز الاول. ولما كانت النقاط والفرق وصل ل 18 نقطه النادي الاهلي بيفنش الدوري بفرق 8 نقاط كامله في اربع ايام النادي الاهلي بيحسم دوري وبعدها على طول بيحسم القمه. في الحقيقه لازم نقول ان الزمالك لعب ماتش مهم جدا وماتش مميز وكان افضل من الاهلي، لان الاهلي كان عنده ثقه زياده، لكن بهجمه واحده بس استطاع النادي الاهلي او علو له هداف الاهلي 8 اهداف انه يخلص المباراه. النادي الاهلي تفوق على نفسه في هذا الموسم وحقق لقب صعب جدا. اللقب 41 هيكون ليه حدوته مع جماهير النادي الاهلي، لكن جماهير نادي الزمالك وكل متابعي كره القدم بقوا عارفين كلمه السر في انكسارات نادي الزمالك. اذا بحثت عن انكسارات نادي الزمالك هيبقى مرتضى منصور بالبنط العريض هو سبب مشاكل الزمالك في الفتره الاخيره. الزمالك اللي اقال خالد جلال المدير الفني بعد صافره الحكم مباشره، أقالوا الجهاز الفني بالكامل. في الساعات الجاية دي هيكون في مؤتمر صحفي بعد يوم أو اتنين، نقول على يوم الأربع رئيس نادي الزمالك هيعمل مؤتمر صحفي يفضل يفند الأسباب وينوم في الناس ويتكلم في كلام غريب جدا والاضطهاد وإن الزمالك اتظلم ومن الآخر. والولاد هيسافروا علشان يشوفوا مدرب أجنبي حدوتة كل سنة. لكن أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة كلم باتشيكو، فاكرين باتشيكو المدير الفني البرتغالي اللي لم شنطه وهرب في نص الليل قبل كده، بيكلموه تاني. كل شيء في الزمالك عادي، ولكن ده مش الكلام الاخير لان في اكتر من مدير فني مرشح، لكن مجلس اداره نادي الزمالك عايز يجيب اسم كبير يريح الجماهير. عايز جماهير نادي الزمالك تسال نفسها هو ليه كل موسم مدرب جاب دوري ما جابش دوري اخر اسبوعين ثلاثه بيتم التغيير ويجي مدرب يشتغل يومين دول ويمشي ولعبة تروح ولعبة تيجي وتخلص الانتقالات ويجي المدير الفني الاجنبي على طول على فرقه مجبر اخاك لا بطل. خلوا بالكم ان خالد جلال كان بيكلم مرتضى منصور كل شويه، انا جاي للنادي الفلاني اروح ولا لا، انا جاي للنادي الفلاني على مسؤوليتي، الكلام ده انا مسؤول عنه، جاي للنادي الفلاني. وبالتالي اعرف كده ان 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 طالما الاداره بترتب مع مدير فني لا استنى انت راجع، لا انت موجود، والمدرب كمان ما يرتبطش بحد غير لما يسال رئيس نادي الزمالك، اعرف كده ان الامور مش مظبوطه. مبروك للنادي الاهلي، هارد لك لجماهير الزمالك الوفيه اللي دايما بتدعم وبتساند نادي الزمالك، كل الاحترام والتقدير لجماهير نادي الزمالك اللي كانت موجوده بعدد صغير وبتشجع، لكن درع الدوري، درع الدوري والامور وكل الناس كانت بتقول هو درع الدوري ما تسلمش ليه، درع الدوري خده اتحاد الكوره ليله المباراه علشان يكتب عليه التنصيب للنادي الاهلي، ومع الشركه الراعيه هيحصل حفله كبيره في احد الفنادق او في اماكن يعني مكان عام وهيتم فيه تسليم درع الدوري للنادي الاهلي، لكن خساره ان الدرع ما تسلمش في برج العرب بعد فوز النادي الاهلي على الزمالك. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك، واعرفوا ان سبب خساره نادي الزمالك في كلمه واحده مرتضى.